مفيش شك ان يعني واحنا داخلين بقى على شهر مارس هو شهر المرأة بامتياز، بنتكلم 8 مارس هو يوم المرأة العالمي، 21 مارس عيد الأم، بنتكلم في 8 في 16 مارس ايضا يوم المرأة المصرية. علشان كده الدولة اهتمت بشكل كبير جدا بتمكين المرأة خلال الفترة اللي فاتت، وده ترجم بشكل واضح في عدد من القضايا، منها تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مشاريع خاصة وتقديم تمويلات وتدريب للمرأة على حرف كتيرة علشان يكون ليها دخل ثابت تقدر من خلال الدخل ده ان هي تعيش بيه وكمان تطور من إنتاجها. أصبح واضح للجميع وللعالم كله ان بقى فيه اهتمام كبير من الدولة المصرية بتمكين المرأة، وده اترجم بشكل واضح من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر. ويمكن أهم تطور في ملف المرأة المصرية هو تمكينها اقتصادياً عشان يكون ليها دخل ثابت يحميها من تقلبات الزمن. جزء كبير من ملف التمكين الاقتصادي اللي اتعمل للمرأة المصرية اشتغلت عليه وزارة التضامن الاجتماعي، وده ما كانش من خلال تقديم دعم نقدي وبس، لكن مساعدة المرأة في تنفيذ مشاريع خاصة بيها. دعمت الوزارة المشروعات اللي تتناسب مع ثقافة الإنتاج وفق طبيعة الأسرة ومحل إقامتها، واللي بيتنوع ما بين تربية الأغنام والطيور والمصنوعات والمشغولات اليدوية والتجارة في الخضروات والمخبوزات. دشنت الدولة كمان برنامج فرصة للفئات الأولى بالرعاية خاصة في المناطق الريفية، وفي عام 2020 بدأ البرنامج في تنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر. كان هدف المبادرة المساعدة في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تحقق دخل وعائد يساهم في رفع مستوى معيشة المرأة المصرية. كمان شارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم ملف تشجيع إنتاجية المرأة المصرية، وده من خلال تطوير قدراتها وتنفيذ برامج تدريبية علشان تنمية مهاراتها. جهاز المشروعات الصغيرة ضخ حوالي أكتر من 10 مليار جنيه لمشروعات المرأة، تم من خلالها تمويل 675 ألف مشروع صغير ومتناهي في مختلف محافظات مصر، وده في الفترة من يوليو 2014 ولحد آخر شهور في عام 2021. كمان الجهاز نفذ مجموعة كبيرة من المبادرات لدعم وتمكين المرأة في مجالات كتير زي الحرف التقليدية في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر والمنيا وشمال سيناء والفيوم. زي ما شفنا مع حضراتكم من خلال التقرير الجهود اللي بتعملها الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا، لكن تمكين المرأة لو هنتكلم عليه في مصر مش اقتصاديا فقط، لأن سياسيا كمان المرأة موجودة وبقوة وبقوة كبيرة جدا. يمكن يعني لأول مرة بنشوف وزارة فيها 8 سيدات في الحكومة بيشغلوا حقائب وزارية، حقائب وزارية هامة جدا. بنتكلم على سبيل المثال مثلا بنتكلم على وزارة التخطيط، بنتكلم على وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يعني كلها وظائف ذات طبيعة خاصة لكن المرأة أثبتت فيها يعني كفاءة هائلة جدا. بنتكلم كمان على مجلس النواب، بنتكلم في أكتر من 162 مقعد للمرأة بخلاف بقى حدث ولا حرج نواب المحافظين أو نائبات المحافظين وغيرها من التمكين السياسي اللي حظت به المرأة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.